أحسن الله إليكم. محمد من جدة، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ صالح. أنا عندي سؤال يا شيخ صالح. أنا أحيانا أذكر المساء أقولها يعني قبل أذان العصر بربع ساعة كذا، وأذان الفجر أقولها بعد الأذان، هل عملي هذا يعني صحيح ولا؟ وجهوني الله يجزاك خير. شكرا. نعم، عملك هذا صحيح إذا كان بعد طلوع الفجر أو كان بعد غروب الشمس، كله يدخل في المساء. تذكر يعني تأتي بالأوراد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر، يعني أذكار الصباح إلى الظهر ثم يدخل المساء، تأتي بأذكار المساء من حين تزول الشمس، إما بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، كله وقت لأذكار المساء. نعم.